ذكرتي صمال ديالك على الفيلم المغربي اللي مشارك في المسابقه الرسميه ديال السي علاء الدين الجم. واعتقد هي تجربه لمخرج شاب لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن على العموم يعني الولد نسميه انا الولد السينمائي علاء انه توفق الى حد ما، فكنتمنى انه يكون عنده حظوظ في الفوز بجائزه من جوائز هذه الدوره، خاصه ان المغرب للاسف منذ الدوره الاولى الى اليوم لم يفز الا بجوائز قليله، اعتقد مرتين بجائزه احسن ممثله في الدوره الاولى وفي الدوره الثالثه، فكنتمنى كنعتقد عنده حظوظ انه يتوج. بالنسبه لك انت لحد الان شفتي افلام ديال المسابقه رسميه، زعما واش عنده حظ ما بين هاد الافلام اللي شفتي لحد الان؟ وعلى العموم على مستوى الافلام المتنافسه ضمن المسابقه الرسميه هي كلها متوسطه، لم اشاهد انا شخصيا فيلم قوي ممكن اني نقول لك سينتزع الجائزه الكبرى للمهرجان، وفيلم علاء الدين في نفس مستوى هذه الافلام، وبالتالي صعيب انني نتنبأ الى من ستروح الجائزه خلال هذه الايام على الاقل اللي شفنا لحد الساعه، فلجنه التحكيم غيكون امامها عمل كبير انها تختار الفيلم الاقوى والاجمل بالنسبه لها هي. يعني بالنسبة لك أنت يا كمهني في هذا الميدان، واش كتظن بأن الجوائز هما اللي كيصنعوا السينمائي أو السينمائي اللي تيصنع الجوائز؟ لا، الجوائز هي غير مجرد بحال واحد لا سوريز كتحط فوق واحد الكاطو، أما المهم هو ماذا يصنع المخرج، لأن الكثير من الأفلام تشارك في مهرجانات ولا تحصل على جوائز وتذهب إلى مهرجانات أخرى وتحصل على الجوائز، الجوائز هي مسألة نسبية من مهرجان إلى مهرجان، أنا شخصيا في تجربتي مثلا أفلامي شاركت في مهرجانات ولم تحصل على جوائز وخرجت خارج الوطن وحصلت على جوائز والعكس صحيح، إذن هي مسألة نسبية، ولكن المهم بالنسبة للسينمائي والفنان بشكل عام هو أن يكون وفيا لعمله وأن يصنع واحد العمل دون أن يدير أمامه هدف ديال الجوائز، كما قلت في البداية الجوائز هي مجرد تكميلة، مجرد اعتراف تالي بعد اعتراف الجمهور واعتراف التاريخ، لأن التاريخ هو اللي كيشهد واش هذا الفيلم سيبقى في التاريخ أو لن يبقى. مدام vous avez vu le film de علاء الدين الجم، comment vous l'avez trouvé؟ Écoutez, je pense que déjà mon sourire doit vous parler du film. Moi, j'ai adoré ce film. J'ai adoré la façon dont il est tourné, d'abord le scénario, mais les images qui sont magnifiques, les visages, les gros plans sur les visages, enfin, c'est comique. Et en même temps, voilà, ça dit beaucoup de choses sur la vie de ce petit village. Moi, j'ai bien aimé un petit peu Il y avait des traditions, du pays. Vous avez découvert, je pense. Moi, j'ai découvert, c'est la première fois que je viens à Marrakech. Donc, et aussi toute la vie dans le bled, des choses comme ça. Donc, mais de la façon dont c'est traité, de manière très humoristique, moi, j'ai adoré, effectivement, parce que ça nous fait découvrir des choses. Mais avec le sourire, en passant un bon moment, avec pas mal d'humour. Donc voilà, donc moi, effectivement, j'ai adoré ce film comme j'adorais le film sénégalais il y a quelques jours. Voilà, des choses comme ça.